جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله ألف عين ميم، تقول أصلي الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، هل الركعتين اللائي بعد العشاء هما الشفع أم غير الشفع؟ وأيضا الركعتين اللتين قبل الفجر هل هما الرغيبة أم غيرها؟ جزاكم الله خيرا. الركعتان اللتان بعد العشاء هما الراتبة، أما الشفع فإنه يكون قبل الوتر، فالركعتان راتبة للعشاء. وإذا أراد أن يوتر فإنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة تشفع له، أو يصلي ما تيسر من الصلاة مثنى مثنى ثم يختم صلاته بركعة واحدة توتر له ما صلى. فالحاصل أن الشفع والوتر غير راتبة العشاء، وكذلك ركعتان قبل الفجر راتبة لا تسمى رغيبة. وصلوات الرغائب المذكورة بدعة، هذه التي في أول رجب، هذه بدعة.